ورجعنا لكم تاني وانضم الي في هذه الفقره، فقره مواهب على الطريق الخاصه ببرنامج ملاعب بلدنا. طبعا لاعبين مميزين، اللاعب احمد حبيشي نجم نادي الزرقاء مواليد 99. اهلا وسهلا يا ابو حميد، اهلا وسهلا كابتن عامل ايه؟ محمد. منور يا الحمد لله حبيبي، تمام، مبارك. متشرف تمام بحضرتك يا كابتن. الله الحمد يخليك. لله تمام. والحارس الجيد، الحارس الامين، الحارس احمد عبده صابر. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا كابتن، عامل ايه سعيد ابو جدا حميد؟ بحضوري مع حضرتك، حبيبي وشرف لاي حد ان هو يكون دايما موجود مع حضرتك. حبيبي ابو تمام حميد. طبعا عايز تاريخ هذين اللاعبين طبعا، لان من اللاعبين المميزين اللي موجودين في الملعب، اللي ان شاء الله نتنبأ لهم بمستقبل طيب وباهر. وطبعا وجودهم في الفريق الاول الناشئين مرحله اولى او محطه، ولكن ان شاء الله باذن الله وجودهم في الفريق الاول باذن الله في الايام المقبله. احمد حبيشي، طبعا انت عايز قصتك سريعا كده، بدات فين حياتك الكرويه؟ طبعا حياتي الكروية يعني حياتي غريبة شوية، لأن أول كنت لاعب كاراتيه، وأول تمام محافظة غربية في كاراتيه وزن مفتوح. تمام بعد كده طبعا الشغف كله والحب طبعا كان لعبة كرة القدم، كرة القدم، طبعا الساحرة. الساحرة، طبعا تمام كل الحب كان لها والشغف، وكنت دايما مشدود ليها. فبدأت طبعا بين كلمت والدي وشوفنا، طبعا راجل مدرب كويس، بس أنا يعني دلوقتي بحترم خصوصياته وكده، وما حبش إن أنا أذكر اسمه. راجل تمام وكيل لاعبين، يعني راجل متميز جدا ومعروف في مصر والوطن العربي طبعا. فطبعا لعبت معاه في كذا مكان ولعبنا ماتشات، وهو راجل طبعا في التسويق رقم واحد. انت ليك صور في تواصلنا مع حضرتك، سموحة، وليك صور في لعبت مصر طبعا ماتشات المقاصة، في سموحة في سموحة 99، 99. ولعبنا ماتشات مع المقاصة والاتحاد السكندري كويس، في تمام، كذا مكان. دوست يعني في اماكن كويسة. اكيد لا طبعا. انت الصراحة من اللعيبة قول لي بقى، يعني انا عارف مركزك، بس قول لي بقى، عايز اسمع مركزك كيف في الملعب بقى. وطبعا كنت بحب دايما العب ديفندر تمام وسط الملعب، لكن طبعا المدربين وكده قال طبعا احسن ليك تلعب سيرد باك. فانا السرد باك، دلوقتي فانت في اسيو المساك لعب كويس جدا. مساك طبعا الحمد لله. تمام. قول لي كده يا احمد بقى، بالنسبه لحراسه المرمى، في عروض جايه لك؟ لان انا سمعت في الاونه الاخيره في عروض كده جايه لك ان شاء الله. طبعا شرف طبعا وجودي مع حضرتك كابتن احمد. حبيبي ابو حميد. البدايه طبعا كانت ليا كانت في نادي دمياط، بعد كده نادي شربين ممتاز به، تمام بعد كده طبعا انضميت مع حضرتك لنادي مدينه نصر تمام الموسم اللي فات. في واحد كابتن اسمه كابتن اشرف شوكه، طبعا ده تمام اخ كبير وعزيز عليا يعني. ده اخذ السي في بتاعي بعته لشركه دوليه، شركه في اوروبا وكده، اسمها شركه ريو، تمام تبع المستشار كابتن اسامه زهران. فعرض عليه السي في وعرضه في كذا مكان وكده، فطبعا بس بدون اي مقابل، بدون اي مقابل ولا ولا اي 40 ولا شيء 50 ولا ولا اي الكلام تمن ده. تمن، تمام مفيش كده، اي مبلغ ولا اي حاجه، بحيث تمام طبعا دي كانت البدايه. وكان رد فعله ان هو طبعا انا لازم الاول ان انا بعرض السي في على كذا مكان، تمام في طبعا اللي رحب فيه في تركيا درجه اولى، وفي في بلجيكا برضو ناشئين، بس لسه العروض تمام مستمره الصور المفاوضات. اللي موجودة طبعا، ده نجم حارس مرمى منتخب الشباب المصري، ونجم نادي الزمالك مواليد 99، الحارس الأمين طبعا أحمد أدري، طبعا من الحراس المميزة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك. ولكن يعني في بعض علامات الاستفهام لنادي الزمالك، أبناؤه أنا أروح أجيب جون من بره، مش عايز اقول اقل امكانيات، لان كان بيشارك في دوري الجمهوريه، كان بيكسبوا وكانوا شغالين وحاصلين على مراكز، واختير في احمد ادري، لما كان على احمد ادري تم اختياره كافضل حارس مرمى في البطوله الدوليه التي اقيمت بالامارات. وطبعا كل المدربين هناك اعجبوا باداء هذا الحارس الجيد. وطبعا في مفاوضات مكثفه ان شاء الله باذن الله في نادي الزرق الرياض، ان شاء الله انتظروا مفاجاه، لانه حارس مرمى جيد جدا 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 طبعا، وشارك في بقى له 10 سنين في نادي الزمالك، وشارك في جميع المباريات بصفة أساسية، وكذلك برضه يعني ساهم في فوز فريق على منافسه التقليدي النادي الأهلي في أكثر من لقاء، كان آخرهم اللقاء الذي فاز فيه الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، وكان نجم اللقاء الأوحد. طبعا مدربه الكابتن حسني مصعد من المدربين الأكفاء الموجودين داخل نادي الزمالك. طيب قبل ما ارجع لضيوفي، معي مكالمه هاتفيه الكابتن محمد فتحي المدير الاداري لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. اهلا وسهلا كابتن محمد.
حضرتك النمرة غلط، أنا مش كابتن محمد. طيب انت مين؟ طب حصل ماشي، مفيش مشاكل. الرقم تقريبا غلط او التواصل مع كابتن محمد. طيب احنا بالنسبه لاحمد حبيشي دلوقتي، المسيره بتاعتك كانت كويسه جدا، بدات في مصر المقاصه سموحه، فرق كويسه، فرق ممتازه. انت طموحاتك في الفتره المقبله ايه بقى؟ الفتره المقبله طبعا اتفضل. نشتغل طبعا دلوقتي في نادي الزرقاء، ونلعب الخطوه الجايه ان طبعا اصعد فريق اول، العب مع الفرقه اول بنادي الزرقاء. تمام. بعد كده طبعا مع الكابتن زي ما قلت لحضرتك والوكيل بتاعي في كذا مكان كويس، وان شاء الله الخطوه الافضل والاحسن الواحد شايف الاحتراف، يعني ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله، يعني انت شايف خطوه ان شاء الله جيده، باذن خطوه الله. ان الاحتراف شاء الله. باذن الله. وانت احمد قول لي بقى فترتك، يعني الفتره المقبله كده برضو الاحتراف، ولا لسه هتبدا معانا محطه جديده؟ احنا طبعا موجود مع حضرتك لحد ما المحطة الجديدة اللي هي تبدأ تكون موجودة معانا، بس طبعا كالبداية انت لازم تشتغل على نفسك كأساسيات، تمام. كتمرين، كبدني. لازم ان انت تكون واقف على رجل أرضية ثابتة، بحيث ان انت رايح اي مكان سواء كان درجة اولى درجة تانية، ان انت ثابت في مكانك تبقى تمام والدنيا تمام موجودة معاك. غير كده يبقى انت بتضيع وقت في الفاضي باختصار بسيط. تمام. طيب بالنسبة برضو حراسة المرمى، يعني أحمد قادر لسه بنتكلم عليه، حارس مرمى نادي الزمالك طبعا، حاجة كويسة، حاجة جيدة، ولكن قول لي بقى يعني أنت استفدت مع مين أكتر بالنسبة لحراسة المرمى، تدريب حراسة المرمى؟ تدريب حراسة المرمى كان طبعا كانت مع حضرتك السنة اللي فاتت، الموسم اللي فات في نادي مدينة نصر، تمام. مدربين على أعلى مستوى. البداية والحب كان طبعا موجود معاهم، إن لازم يكون في حب ومودة ما بيننا. لازم طبعا تجتهد عشان توصل لدرجة أولى، لازم إن أنت مثلا تكون واقف على أرض ثابتة، بحيث إن المبدأ بعد كده يكون خلاص إن أنت مستعد لأي مباراة سواء هنا أو في درجة أولى أو في فريق أول. دي تمام كانت البداية. تمام طب بالنسبه احمد حبيشي، بالنسبه لي ان شاء الله باذن الله، ايه رايك في نادي الزرقاء، ومين اللي رشحك لنادي الزرقاء الرياضي بالنسبه اللي انت تكون متواجد في هذا الفريق، احد انديه الممتاز به؟ اكيد طبعا الكابتن والوكيل بتاعي شاف لي كذا مكان وكذا عرض، بس انا احسن عرض ليا شفت اللي هو نادي الزرقاء. تمام. دلوقتي نادي درجه تانية، وكل فرصه طبعا كويسه شويه ان انا العب فريق اول فيه وتظهر في الممتاز به. تمام. ابدا واحده واحده، الممتاز بيه طبعا برضو، مش مش حد بيبدا ابدا. كبير مره واحده، تمام. طبعا لازم الواحد ياخد محطه، السلم. لان في لعيبه اسماء كتيره بداوا من تحت. اكيد طبعا. تمام. اكيد يعني طبعا. انت واخدها في معظم المحطه ان شاء الكبار الله. تمام. باذن الله ان شاء الله. واللي بقى مين اللي واقف جنبك بقى؟ عشان انا شايف صراحه الحاج مسعد، والدي والحاج مسعد هادي حبيشي، واقف يعني واقف واقفه جامدك بطريقه كويسه، ومساندك، وبيلبي بيلبي جميع رغباتك، وفي نفس الوقت يعني ما بيسيبكش في تمرين، اكيد يعني طبعا مهتم بيك بطريقه رهيبه. بس هو برضه لسه بنقوله ان ولي الامر مؤمن بموهبه ابنه، تمام، ولكن في الطريق والمسار الصحيح. صحيح طبعا. تمام. ان والدي انا طبعا كنت بطل في اول غربيه في كاراتيه والكلام ده، وكنت في كليه هندسه ما طبعا. انت خريج ولا لسه بتدرس؟ لسه طالب في كليه في كليه هندسه. كويس والله. تانية في الكتروني منوف. ربنا يوفقك. فطبعا اللي انت تشتغل في الكوره هو يساندك، وفي كل تمرين يحضر معاك، وفي الماتشات يجي يحضر معاك، ويسيب شغله ويجي ويحضر معاك، فدي طبعا مسانده كبيره جدا بشكر عليها. هو والدي طبعا والاسره كلها. ربنا يخليه لك كده، لان شخصيه محترمه وشخصيه جميله صراحه. طبعا معي نعود الاتصال، او عودنا الاتصال بالكابتن محمد فتحي المدير الاداري لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياض. اهلا وسهلا كابتن محمد. الحمد لله. اخبارك يا كابتن محمد؟ والله الحمد لله رب العالمين. ابو كبير بنبارك لك ونهنئ طبعا وجودك معانا في نادي الزرقاء الرياضي، طبعا من الشخصيات المحترمه والسيره الذاتيه او السيره الذاتيه الكثيره للكابتن محمد فتحي، طبعا مدير اداري بنادي الوسط الرياضي، وطبعا مسكت برضه في فنياته كمدير كره بالنادي، وايضا مدير اداري بنادي الترسانه الرياضي. كابتن محمد قول لنا كده ان شاء الله باذن الله الاختبارات بتاعه نادي الزرقاء الرياضي في المحافظات، هل بدات بالفعل ولا لسه هتبدا ان شاء الله، ومواعيدها؟ والله يا فندم كلمني امبارح تبع اكاديميه الكابتن وليد نواري مقصه ان هو يعمل اختبارات عنده في الفيوم اثناء الاسبوع القادم. كذا حد كلمني هناك، وبني سويف برضو في نادي التليفونات كذا حد برضو كلمني عشان يستضافنا بالنسبه للاختبارات في بني سويف وفي الواسطه، وفي برضو في اسيوط كذا حد كلمني النهارده بحيث ان هو
يستضيفنا بالنسبه للاختبارات. فالحمد لله رب العالمين. طبعا نادي الزرقاء نادي كبير ممتاز ده. تمام. طبعا اي حد بيكون شرف ليه ان هو يستضيف نادي كبير زي نادي الزرقاء. فالحمد لله باذن رب العالمين يعني يكون موسم السنه دي موسم كبير وموسم قوي ان شاء الله رب العالمين، ونقدر نكتشف مواهب كبيره مدفونه في الصعيد ومدفونه في كل مكان في الجمهوريه. واحنا ان شاء الله هنبحث عن كل مواهب. طبعا تحت اشراف حضرتك انت دايما بتعلمنا الحته دي، دايما تقول لنا احنا هنجيب اي حد حتى لو كان فين موهبه وباذن الله نقدر نوصل له وهنجيبه حتى لو هو فين عشان خاطر يوصل لحلمه. طبعا مع الكابتن احمد ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن محمد فتحي المدير الاداري بقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياض. طبعا في ختام هذه الفقره عايزك بقى بتحب تشكر مين؟ قلت لي والدي ووالدي المدربين بقى. والدي ووالدي طبعا المدربين رقم واحد، طبعا المدرب واللي اكتشفني واللي اتحطينا على الطريق اللي انت مش عايز تقول اسمه، الوكيل بتاعي انا بحترمه خصوصيته طبعا مش هقدر اذكر اسمه. تمام. كابتن رأفت طبعا في نادي الزرقاء. تمام. واقف طبعا جنب شخصيات محترمه ومدربين الاكفاء طبعا، ويأهل واحد حتى ذهنيا ويشجعك اللي انت تبقى كويس. تمام. دي حاجه كويسه بالنسبه من المدرب ان بيؤهل نفسيتك وفي نفس الوقت يشوف طبعا مشاكلك عشان تبقى في ارتياحيه داخل الملعب. احمد طبعا حابب تشكر مين بقى على الهواء؟ طبعا والدي قبل اي شيء، لانه دايما واقف في ظهري، دايما هو اللي بيشجعني، دايما في اي مكان بحس ان انا موجود كتشجيع وكبدايه. والدتي طبعا دايما في ظهري بتحفزني ان انا دايما اكون قد كل حاجه صعبه انا موجود فيها. وطبعا الشكر طبعا لحضرتك كابتن احمد فواز اللي دايما معلمنا ان احنا دايما نحترم بعض في كل مكان، وسواء برضك الموسم اللي فات جت مبدئيا كانت اول محاضره ان احنا لازم نكون اخوات كلنا مع بعضنا، لذلك جميع اللاعبين اصحاب، ما فيش فرق ما بين واحد من هنا وواحد من هنا برغم برضه اختلاف المحافظات، ان احنا لازم طبعا نكون كلنا واحد. اسره واحده. اسره واحده طبعا. طبعا ده كانت بدايه لكل شيء. وطبعا بتشرف جدا ان انا دايما موجود مع حضرتك وان انت دايما في ظهرنا كده وبتدعمنا في كل مكان. انت من اللعيبه الكويسه طبعا وان شاء الله يكون حضرتك عزيز عليا طبعا من زمان جدا. جايز كانت من البدايه النصر للتعدين، ظهور برضك معظم الناشئين اسكندريه، كانت ذكريات جميله دايما، وان شاء الله تبقى بدايه جديده برضه ثانيه. ربنا يوفقك كده ابو حميد كده ونشوفه حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. في ختام هذه الفقره بحب طبعا اشكر اللاعبين الجيدين، اللاعب احمد حبيشي مواليد 99 لاعب نادي الزرقاء الرياضي. شكرا ابو حميد. اهلا وسهلا كابتن، تشرفنا بحضرتك. وطبعا احب اشكر اللاعب او حارس الحارس الامين الحارس احمد عبده صابر. حبيبي كابتن احمد، شرف لي وجودك معانا. هنطلع لفاصل ونستقبل في الفقره الاخيره الكابتن عمر محمد المدير الفني السابق بنادي الاهلي القطري والمدير الفني الحالي بنادي مغاغه الرياضي بمحافظه المنيا، ومعه اللاعبين احمد عبد الحفيظ دونجا لاعب نادي الزمالك مواليد 2003، واللاعب محمود عماد رزق مواليد 2003 ايضا المنضم حديثا لنادي الزرقاء الرياضي. طبعا ما زلنا في فقره مواهب على الطريق. انضم الي الكابتن عمر مختار طبعا من الشخصيات الجميله وله سابقه احتراف كمدير فني للنادي الاهلي القطري. اهلا وسهلا كابتن عمر. انا كابتن. منورنا كوتش. موجودك يا كابتن. اخبارك ايه؟ تمام. انت احسن يا كابتن. حبيبي يا كوتش. وطبعا معي اللاعبين الجيدين الاسودين، اللاعب اللاعب جميل احمد عبد الحفيظ الشهير بدونجا. اهلا وسهلا محمد. حبيبي يا كابتن. عاملين ايه؟ الحمد لله بخير يا كابتن. واللاعب طبعا عمر عماد. عماد. عماد من محمود عماد. محمود عماد طبعا من اللعيبه المميزين مواليد 2003. شغيب ايه؟ بنو. ماشي يا بنو. طبعا في هذه الفقره الجميله طبعا كابتن بنتكلم عن الاستثمار الرياضي. كابتن عمر، ايه رايك اللي موجود على الساحه من المهازل الكثيره؟ والله يا كابتن يعني الاستثمار في مصر حاليا يعني بقت يعني بقى في هرجله كابتن. احنا عرضنا كارنيه مزور لنادي دوري ممتاز ومنتخب من وقت 25000 جنيه. لا ده في 30 نادي مزور ما في ملوش اي صله بالمنطقه اللي احنا اتصلنا بيها وتواصلنا معاها. ده في 30 نادي يا كابتن. في ناس يعني إيه اللي وصل واولياء الامور؟ طيب. ولي الامر يا كابتن اولا هو فقير
وجاهل في كره القدم يعني برضو مش يعني مش بيفهم قوي الوعي برضو الوعي اه فبيقول الراجل المستثمر بيتكلم مع ولي الامر يقول له ده ابنك ده كويس جدا ولا كويس ولا حاجه بس لو المقابل بسيط مفيش مشاكل المقابل مفيش مشاكل مفيش كانه مشاكل. الواد في اكاديميه مع برغم انه بيتسجل وبيلعب دوري وشغال يا كويس كابتن ده انا بشوف والفرص بتيجي اه ده انا بشوف ناس يا كابتن ملهاش خالص في الكوره زي ما انت قلت كده ان بيتصوروا مش عارف مع مين ومش عارفين يلبس ترينج وبعد كده يلبس صفاره ومش عارف مدرب وسلسله بالله سلسله وحاجات زي كده وشغل غلط كله شغل غلط يا كابتن المفروض اتحاد الكوره يا كابتن يكون في ضوابط للاكاديميات برضو يا كابتن والحاجات دي يا كابتن لازم اتحاد الكوره الكابتن محمود سعد دكتور محمود سعد قال قبل كده ان احنا الرخص في رخص للاكاديميات بدأ الدكتور محمود سعد في الانصلاح صراحه او يعني شغل صح يا كابتن اتعمل شغل صح لاني لا الدكتور محمود سعد بقى في كل حاجه بسم الله ما شاء الله يا كابتن عندنا في مغاغه 50 اكاديميه يا كابتن مغاغه 50 اكاديميه يعني مشكله كبيره يعني طيب معانا الكابتن هشام عاطف مراسل البرنامج اهلا وسهلا كابتن هشام اهلا وسهلا يا كابتن احمد كل سنه وحضرتك طيب وانت بالصحه والسلامه اخبارك يا كابتن بمسي على ضيوفك الكرام وحلقه جامده عن الاستثمار الله يخليك كابتن هشام انت كله والله تمام والله الحمد لله ببلغ تحياتي وتحيات اهل الشرقيه كلهم وبالاخص مركز ديار بنجم الله يخليك كابتن هشام كلنا متابعين للبرنامج وكلنا متابعين لحضرتك ولرحلتك دايما وانجازاتك في كره القدم حبيبك كابتن هشام اول نادي السكه الحديد السكندري ثم النصر للتعدين ثم نادي مدينة نصر ثم أندية كثيرة السنة دي وربنا إن شاء الله يبارك لك ويسترها معاك إن أنت يعني بتطلع نخبة كبيرة من اللاعبين الجيدين الحمد لله كابتن هشام الحمد لله برضو على بالمناسبة معنا أحمد مطوع لاعب النادي الأهلي مواليد 99 برضو لاعب كان موجود معنا في نادي النصر للتعدين وطبعا ربنا كرم مواليد 99 بالنادي الاهلي احمد كارلوس مواليد 98 ومعار من نادي الاهلي برضو في الاهلي احمد كارلوس ابن محافظة الشرقية محمود عامر ابن امبي برضو كان موجود معنا في النصر للتعدين الحمد لله افرزنا بعد اللاعبين الجيدين ان شاء الله الاسماء كتيرة اللهم لك الحمد ولكن يا كابتن هشام بنوضح للناس لان المجال انفتح بطريقه رهيبه مش عايز اقول يعني كلام معيب احنا على الهوا يعني الوضع بقى سيء جدا يا كابتن هشام ايه رايك في هذا الوضع الاستثمار السيء يا كابتن هشام والله يا كابتن احمد انا اقدر اسميه مش الاستثمار الرياضي انا اسميه بالخراب الرياضي تمام لان طبعا في اولياء امور بتدفع حوالي 40,000 جنيه تمام كتير في بعض الانديه ودي خلي بالك بتبقى حاجه صعبه جدا اما النادي اللي بياخد 2000 و3 والكلام ده كله دي مساله عاديه تمام لان لعيب لازم قدامه سنه يثبت نفسه فيها تمام طيب كابتن هشام كابتن هشام ان شاء الله في انتظار في حلقه قادمه عشان بنعرضه الصور بس كده شكرا جزيلا كابتن هشام عاطف يا ريت تعرضوا لنا الصور من الاول كده عشان نعلق عليها طبعا اللاعب البيلي لعيب مواليد 2001 من اللاعبين المميزين جدا كان في بتروجيت هداف قوي انضم لنادي الزرقاء الرياضي من اللعيبه المميزه ابن مدينه المحله الكبرى يا ريت الصور مع المدربين المحترمين برضو البيالي الكابتن النجم الكبير طبعا الدوبلير بتاع الكابتن احمد فواز احمد سعيد فواز من المدربين المحترمين اللي ان شاء الله يعني يكون حاجه كويسه في هذا المجال من الشخصيات المحترمه جدا اللي انا يعني سعيد برؤيه الكابتن احمد فواز طبعا الصيغه الذاتيه بتاعته النادي الاهلي نادي وادي دجله من المدربين الاكفاء المحترمين جدا 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 طبعا ده اللعيب المميز حارس المرمى احمد ادري تمام ده ملاعب نادي الزرقاء الرياضي الاستاد اللي هتقام عليه مباراه الناشئين ان شاء الله باذن الله على هذا الاستاد الشكل الرائع والحاجه الجميله اللي تليق اللاعب زياد علي محمد علي من اللعيبه المميزه جدا جدا داخل القطاع وانضم الينا حديثا طبعا لاعب مميز جدا كان بيلعب في بتروجيت لعب في الترسانه من اللاعبين المميزين جدا واللي نتنبأ له بمستقبل طيب وبار هذا البرعم الصغير مواليد 2009 من اللاعبين المميزين الجمال طبعا كابتن عمر ده برضو الحارس احمد ادري نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر وطبعا حصل على افضل حارس مرمى
في الدوله الدوليه في الدوره الدوليه بدوله الامارات من الحراس المميزين جدا جدا جدا، ان شاء الله باذن الله تتم الصفقه على الانتهاء باذن الله. كابتن عمر، ما زلنا في الاستثمار الرياضي. الاستثمار الرياضي ما له وما عليه، لان احنا اتكلمنا اكثر من حلقه تمام، وللاسف الشديد ما زال الضحايا، ما زال التليفونات بتجي لنا على البرنامج، هؤلاء الامور عايزه تطلع بالمبالغ الكبيره. ارقام بنسمعوها تروح مش عارف نادي ممتاز ب 40 وب 50 وتقعد 6 شهور. قصص رهيبه ومهاترات، ولكن الاصلاح، الاصلاح كل الاصلاح لهذه، لان المجال بتاعنا مجال طيب، مجال مميز وممتاز، ولكن المشكله ما فيش حد بيخدم حد. الدخلاء في مشكله في الاستثمار يا كابتن، ان مفيش ايه يعني مفيش ضبط في يعني مثلا ايه، اولا مفيش ضمير، لان المدربين نفسهم يعني في مدربين كتير ما يعرفوش حاجه في اي حاجه. في مدربين كتير يا كابتن داخله في الاستثمار ما تعرفش حاجه في 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 في, في الكوره اصلا يعني. تمام. يبقى لعيب تعبان جدا ويقول لك ده لعيب كويس، ده لعيب هايل كذا، فده مشكله يعني. وولي الامر برضو لما يكون لعيب تعبان، ولي الامر بيسمع كلامه يقول لك اه ده لعيب، اه ده لعيب كويس، دي المشكله بقى. طب عايز كام؟ يقول له انا عايز كذا، يقول له اتفضل الناس. فدي مشكله الثقافه برضو. انت برضو يا كابتن تشكر برضو لان انت بتعمل حاجه كويسه. احنا بناخد فلوس قليله بنقول على الهوا، ولكن حاجات قليله يا كابتن، وبتتعب مع الناس وبتتعب مع الناس يا كابتن. يلا الحمد لله بتطلع لعيبه كويسه ومواهب كويسه يعني. طيب عشان ندي مساحه بقى للاعبين الجمال دولت، اللاعب المميز احمد دونجا لاعب نادي الزمالك مواليد 2003. ابو حميد عامل ايه؟ حبيبي يا كابتن، قول لي كده يا احمد، بالنسبه لمركزك في الملعب بقى. بلعب ديفندر. تمام. طبعا شغله الديفندر شغله صعبه جدا، بتبقى عايزه قوه بدنيه عاليه. هو اللاعب يعني رقم واحد بعد حرس المرمى. ايوه طبعا. لازم يكون روحه على الفرقه، لازم يكون هو رقم واحد في الفرقه كروح وقتال، ولازم يكون يعني عنده ثقه. طبعا اداء الرجولي ده رقم واحد عند المركز الديفندر، لازم يكون قلبه على زمايله، مفيش نرفزه كتير. ايوه لو نرفزه كتير بيبقى على صالح الفرقه. تمام. ده كله لمصلحه الفرقه. هو الديفندر رقم واحد في الملعب من ناحيه اللي هو العصبيه والشد والكلام ده. تمام. طبيعي لاي ديفندر في مصر. محمود عماد، انت مركزك ايه بقى محمود؟ ديفندر. ديفندر برضه حكايتكم. والاثنين لابسين يعني، انتوا لابسين الاسمر، مش عايز اقول اسود، لابسين الاسمر بنطلون وقميص، انتوا متفقين عليا ولا ايه؟ وديفندرات كمان و2003؟ لا ده في حاجه. المهم طبعا طموحاتك في الفتره المقبله ان شاء الله يا محمود. ان شاء الله بخير باذن الله. يعني انا مش هقول، انا ما اقول حد يقول النادي باذن الله بعد ما ايه، بعد باذن الله استقر فيه، وان شاء الله طموحاتي ايه؟ اقدم حاجه حلوه انا ان شاء الله باذن الله تكون حاجه كويسه. ان شاء الله خير باذن الله. وانت بقى قول لي يا نجم نادي الزمالك، ايه الفتره اللي جايه بقى، احتراف ولا ايه بقى؟ لا ان شاء الله كابتن، جالي كذا عرض، جالي عرض اسوان، وان شاء الله يعني ممكن اكمل في اسوان يعني. ده مع كابتن محمد درديري طبعا، شخصيه محترمه جدا. ده احتمال ان انا اكمل معاه، ده احتمال امضي في اسوان قريب ان شاء الله. طبعا من الشخصيات اللي انا بحبها جدا كابتن محمد درديري. تمام. وانا طبعا لازم لما العب في الفرقه لازم اكون قد المسؤوليه اللي انا شاريت التيشيرت بتاع الفرقه دي. لازم اكون قد التيشيرت، لازم اكون قد المسؤوليه بتاع التيشيرت، حتى لو درجه رابعه لازم اكون قد المسؤوليه. وان شاء الله خير الفتره الجايه خير يعني. ان شاء الله باذن الله. لو في صور، بقيه الصور لو موجوده يا ريت نعرضوها. طبعا الصور المميزين بتاعت لاعبي الاسكندريه بتوع الكابتن عمرو الباز من المدربين الاكفاء الموجودين في قطاع الناشئين بمدينه الاسكندريه. طبعا عشان بس قبل ما انسى، طبعا استاذي ومعلمي الاستاذ محمود ابراهيم حسن، طبعا موجهي وموجه ماده التربيه الرياضيه، طبعا حفل التكريم خروجه على سن المعاش ان شاء الله يوم الخميس القادم ان شاء الله، حفله تليق به ان شاء الله باذن الله، لان طبعا افنى حياته في حبه للشديد، حبه الشديد للتربيه الرياضيه، وكان يعني من الشخصيات اللي هي يعني بتحب حاجة اسمها التربية الرياضية، ومخلص في عمله وتوجيهاته للمدرسين، وهو معلمي وأستاذي من بداية المرحلة الإعدادية حتى ما ربنا كرمنا ووصلنا لمعلم أول ألف تربية رياضية. وطبعا إن شاء الله بإذن الله احنا بنشكره على الهوى في المدة اللي قضاها معانا طوال عمره، وإن شاء الله بإذن الله كده
تكون بعد حياة كريمة كده، حياة سعيدة إن شاء الله بإذن الله لموجهي ومعلمي التربية الرياضية الأستاذ محمود إبراهيم حسن. كابتن عمر، بالنسبة لي يعني الاستثمار الرياضي في عجالة، أنا عايز يعني بالنسبة للوضع الحالي، هل الاتحاد المصري لكرة القدم يعني عليه تحفظات كتير بالنسبة للنقطة السيئة دي؟ كتير يا كابتن، كتير. مش عايز كلام. أولا أنا عايز، لو أنا ألم ده كله، إن أنا يعني أنا في يعني في ناس مدربين جايبة رخصة سي جايبها مزورة، في أندية فيها ناس أغلبية شغلها كله مزور، يعني أغلبية الأندية في مصر تمام جايبين الرخصة سي مزورة والأساسية مزورة. يعني في ضرب شهادات كمان. أيوة كابتن. يعني أنا أعرف ناس ما تعرفش حاجة في الكورة خالص. معلش، للأسف في قانون لنقابة المهن الرياضية، أي حد ينتحل صفة مدرب يعاقب بالحبس سنة وغرامة 30,000 جنيه. وما اشتغلش طبعا كابتن. الدول الخليجية كابتن، وينفع الدكتور أروح أشتغل مكان دكتور؟ لازم يكون يا كابتن واخد أقل حاجة ياخد البيئة كابتن. تمام. يشتغل. تمام. عندنا في مصر هنا كله أي كلام. إيه، مين المسؤول يا كابتن؟ مين المسؤول عن الموضوع ده؟ المفروض حد مسؤول يطلع يقول انا في 1 2 3، مفيش الكلام ده خالص. تمام، ان شاء الله باذن الله نتواصل مع الاتحاد المصري. على فكره الاستاذ احمد رضا هو اللي رشح الكابتن ده. الاستاذ احمد رضا طبعا من الشخصيات المحترمه اللي عامل جهد جبار معاك محمود يا عماد. تعب معاك انت، رد الجميل بقى ادام اهلك بيتعبوا معاك كده. رد الجميل بقى في الملعب، احنا عايزين بقى الملعب، لان انت بتحاول وكلنا بنحاول، وان شاء الله وارد ان انت تكون حاجه كويسه باذن الله. جهدي داخل الملعب. قول لي كده في نهايه هذه الفقره، بتحب بقى تشكر مين بقى على الهوا؟ طبعا الشكر طبعا اول حاجه لربنا طبعا جدع سبحانه وتعالى طبعا، والشكر طبعا لوالدي ووالدتي، ده اهم حاجه في الدنيا. يعني الدنيا مش بس شبابهم الا بالدعاء بتاعتهم وتعبك طبعا، مع اهم حاجه الاخلاص في بيتك، في شغلك، في كل حاجه، ده اهم حاجه في الدنيا. تمام. طبعا انا بشكرهم المره المئة اللي انا اشكرهم، ابويا وامي وقفوا معايا بشكل كويس جدا، حتى في كلام بيبقى كتير عليا بس انا ما بسمعش الكلام ده خالص. تمام. انا اشتغل اخلص مع ربنا في شغلي وخلاص، ما ربنا يوفقك، لان اللي بيجتهد بيلاقي، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. انت قول لي بقى انت عايز تشكر مين بقى؟ اولا ربنا ونعم بالله. ثانيا اشكر امي وستي جدا. تمام. هم اللي واقفين معايا. ثالثا بقى الباقي يعني جدي وابويا زمايلك المدربين. زمايلي المدربين وكده. وبرضه اشكر الاستاذ احمد رضا تاني اللي هو واقف معايا جدا. حبيبي حبيبي محمود عماد. اشكرك. انا اشكر اولا ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالله سبحانه وتعالى. تاني حاجه والدتي، وان مريضه وبدا ربنا ان يشفيها يعني، وطبعا زوجتي واولادي يعني. ربنا يخليهم لك يا كابتن. طبعا اشكرك انت، طبعا انت راجل حبيبي محترم. حبيبي حبيبي. وشغلك كله صح يا كابتن بصراحه بالامانه يعني. حبيبي يا كابتن عمر. ان شاء الله ربنا يكرمك. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر الضيوف، ولكن تنويه بسيط، اللي احنا ان شاء الله كاميرا البرنامج ان شاء الله باذن الله هتصور مع اهالي الضحايا اكثر من 30 اسره متاخد منها 40,000 جنيه تحت مسمى شركه في اسكندريه، بفيديو موثق بكلامهم انهم هم الشركه الراعيه والمسؤوله عن الاولاد. تمام. بالصور بتاعه هؤلاء الاشخاص هنعرضوها على الهواء. طبعا للاسف الشديد هنصور برضو مع هؤلاء الضحايا الموجودين في قريه من احدى قرى محافظه البحيره، قريه كامله 30 اسره ب 30 فرد ب 30 لاعب صغير يتراوح عمرهم من سن 9 سنوات لعشر سنوات لاتناشر، اللي هم البراعم، وسفر فرنسا. ليه؟ بطولة دولية. دولية ايه؟ لسن برعم. فان شاء الله كاميرا البرنامج باذن الله هتصور باذن الله حلقة كاملة عن، لان قضية رأي عام، 30 اسرة ده قضية رأي عام، هنصور وبالادلة وبالصور والمستندات الموجودة علشان ما بنحاربش حد، ولكن بنحارب الجشع والظلم. الظلم ان شاء الله. انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 11 مساء وبرنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.